يعين الفريق في استحقاقاته. علي جعفر وحائط الصد. الله كبر ولمسه فنيه جميله. اعداد اسقاط الكاكاروتو. مباراة استعراضية قد تؤثر سلبا كما أشار البعض على قرارات التحكيم في المباراة النهائية. يدرب فريق قدام اللاعبين. الله ضربة قوية ولمس للشباك يشير له اخوان بيريرا. الحكم الاول يدرب فريق قدام اللاعبين اللاعب علي ابراهيم ويساعده حسين عبد الله. الحكم اخوان بيريرا بعد التشاور مع المساعد ايمن عيسى يعدل عن قراره ويشير ان النقطه الى فريق قدام اللاعبين. ارسال استقبال مصطفى اسقاط من حسن خليل. اعداد محمد الحمار وكره كاكاروتو وضربه متواصله وحاسد من محمد الحمار ومحمد جعفر. اقتراب النتيجه الان من التعادل. ضربه اخرى ونقطه والتعادل الان 17 الان. استقبال علي عبد العزيز وكره 17 اصابه للاعب كاكاروتو. يقلد على مدربه في الوقت الحاضر محمد يعقوب. انذار من الحكم الصارم اخوان بيريرا. ارسال الان الى فريق الجهاز الفني 18-19 التقارب في النتيجه. شاكر الحكم المساعد يحتاج الى رعايه. جميع الجهاز الفني واقف. ارسال خاطئ. التعادل في النتيجه. التعادل في النتيجه الان 19-20 نقطه الشوط الى فريق قدام اللاعبين. ضربه قويه من علي جعفر. اسقاط والتعادل. نقطه للبرازيلي كاكاروتو. التعادل الان 20-20. ارسال على عبد العزيز. ارسال الى خارج الملعب. نقطة الشوط والمباراة الاستعراضية للاعب علي صالح. ارسال استقبال يوسف عبد الواحد.
كتردد ويقلل على لاعب محمد يعقوب. ضربة قوية من يوسف عبد الواحد، وكرة جميلة واستماتة من اللاعب فؤاد. كرات متداولة بين الفريقين. ضربة قوية والحكم يشير إلى أنها نقطة لفريق الجهاز الفني، واحتجاجات من لاعبي القدامى اللاعبين ومشاورات بينه وبين المساعد تفضي إلى احتساب نقطة إلى الجهاز الفني، والتعادل 21-21. لمس للشباك على كاكاروتو. ضربة من يوسف عبد الواحد ونقطة التعادل 22-22. نرحب جميعا بسعادة النائب باسمة مبارك، تصل الآن. أهلا وسهلا بجميع الحضور، أهلا بكم جميعا أيها الأحبة الحضور والمشاهدين الكرام. ضربة من علي عبد العزيز ونقطة الشوط والمباراة. مبروك لقدام اللاعبين وحظا أوفر في الجهاز الفني.